يعجبني كثيرا هذا الزي، يجب أن أكون عارضة أزياء، يجب أن أظهر مواهبي. ها؟ أوه إنها أني، حان الوقت لأظهر أفضل ما عندي، تبدين رائعة. يجب أن أستعد للدرس، لا أريد أن أتأخر. مهلاً زاك، ربما يمكننا الخروج في وقت لاحق. يمكن لأي فتاة أن تبدو جميلة في الفستان. كم ثمنه؟ حقاً يبدو أنني بحاجة لأسلوب مختلف. هي يمكنني استخدام هذا الكيس. أجل، سيفي هذا بالغرض لنبدأ العمل. هذا أفضل مما تخيلت، أشعر أنني جذابة جداً، ولكن هناك شيء آخر علي فعله. أوه مرحباً جيك. أو يجب أن أذهب يا آني. لونا، سررت لرؤيتك، يعجبني مظهرك الجديد. ها؟ ما الذي ترتديه؟ يبدو وكأنه كيس قمامة. تبعت الحياكة على الاسترخاء. أمي انظري إلى هذا، هناك حفل مدرسي. أريني هذا، أعتقد أنه يمكنك الذهاب. أحتاج ملابسا جديدة، لا يمكنني ارتداء هذا. دعيني أفكر، سأعود حالا. سأكون في انتظارك، سيكون الحفل ممتعا جدا. أمي، ما رأيك؟ ستبدين لطيفة المظهر، جربيه. هل تمزحين؟ ماذا حدث له؟ إنه مثقوب. حتما أنت تمزحين، يستحيل أن أرتدي هذا، لا يمكنك إجباري. توقعت أن تقولي هذا، أنت لا تفهمين في الأزياء. سألقي نظرة أخرى، حتما هناك شيء يمكنك ارتداءه. ربما لا. انتظر، ما هذا؟ إنها قطعة من الكرتون، إنها مغبرة قليلا لكنها جيدة، يمكننا تحويلها إلى شيء مميز. هو آني، ماذا سأفعل؟ سيحل هذا كل مشكلاتنا. هل أنت متأكدة من هذا؟ إنه بحاجة إلى بعض العمل، لكنني أعرف ما علي فعله. لا تتحركي. أمي انتظري، هذا غريب للغاية. أنا عبقرية، تبدين رائعة. واو كيف فعلت ذلك؟ يبدو مذهلاً. دعيني أفعل شيئاً آخر، سنتخلص من هذه النظارة. ها كل شيء ضبابي، لكن أشعر أنني جميلة للغاية وكأنني عارضة أزياء. ها أنا أنيقة جداً، شكراً أمي، أنت رائعة. أعتقد أنني كذلك، أنا بحاجة لتوثيق هذه اللحظة، اتخذي وضعية مناسبة، من الأفضل أن أذهب. وداعاً أمي، إنها تكبر بسرعة. هوب أحب هذه الأغنية، لا أستطيع التوقف عن الرقص. هاي براين، هل أحضر لك شراباً؟ هو أجل. يا له من حفل رائع، سعيدة جداً لوجود براين هنا. آني انظروا إلي، إنه مثالي، لا أمل النظر إلي، لم أكن أعلم أنه بارع في الرقص، إنه لطيف جدا. هولا تنورتي، أوه لقد دمرت، إنها كارثة. ماذا سأفعل؟ مهلا لدي فكرة، يمكنني استخدام قميصي. أجل سيفي هذا بالغرض. ربما لا. أوه كنت أعتقد أنه سينجح. أنا أتعرق بشدة، أوه المكان حار هنا. وجدتها، يجب أن أسرع. هيا أين هو؟ وجدته. لنفعل هذا سأغلق الزر العلوي، ثم سألفهم حول خصري، سيكون بمقاس مثالي. والآن سأزررهما معا، أحتاج إلى إخفاء تنورتي، أغلقتها جميعا، ثم أرفع اليقتين وسأرتدي حزاما، سيبقي هذا التنورة ثابتة، سأستخدم اليقتين لإخفائه. ولكن ماذا عن الأكمام؟ آه عرفت، سأربطهم في الخلف. هاو يبدو هذا جميلا. أو براين أحضرت لك شرابا، هذا ما أحتاجه. أوه يعجبني هذا الزي حقا، أوه لقد صممته بنفسي. أجل تبدين جميلة. مهلا يبدو هذا مألوفا، أين ذهب قميصي؟ ما الذي يحدث؟ لنرقص. يبدو هذا جيدا بالنسبة لي. أحد أشعر بالحر. اثنان أكره هذا التمرين، وأنا أيضا، لكنه ضروري. انظري يا جينيفر إلى ذلك الشاب الوسيم. واو إنه وسيم بالفعل، إلى أين يذهب؟ يجب أن أراه. أوه إنه يرفع الأثقال بجوارنا، يا لحسن حظي، أنا مفتونة بشكله وقوته. أظن أنه يجب عليك أخذ الخطوة الأولى. انظري إلى عضلاته، يجب أن أتأكد من أن مظهري جيد. طيب أنا مستعدة، انتظري يا جينيفر، تتصببين عرقا، انظري أنت محقة. ماذا سأفعل الآن؟ أجل هذا الزي سيء أيضا، أتمنى لو كان
كان لبسي أجمل. دينيفر، خطرت لي فكرة ذكية. ماذا لو؟ أنت محقة، إنها فكرة ذكية بالفعل. لننفذها. حان وقت خلع الشورت. انتهيت. لننتقل للخطوط التالية. سأدخل ذراعا واحدا في فتحة الساق ومن ثم رأسي. سأدخل الذراع الآخر في الفتحة الثانية. وانتهيت. أوه، أبدو الآن رائعة بلا عرق مقزز. أجل، تبدين مذهلة. اهجمي عليه يا فتاة. تبدين أنيقة. سينبهر بشكلك بلا شك. طيب، ها أنا قادمة. دعواتك. أوه، جينيفر تفعلها. لا أقدر على مشاهدة ذلك. أنا أمزح. سأنظر بكل تركيز. إنه مثل حب من أول رفعة أوزان. هذه رائعة. الجميع يحبون البطيخ. إنها تطفي الأجواء الاستوائية على الحفلة. سأفتح ستائر. أعتقد أن كل شيء جاهز. المكان رائع فعلا. مهلا، كنت أنسى شيئا. البطيخة جميلة. سأخذها إلى غرفة المعيشة. أوه لا، لماذا الحياة قاسية جدا؟ ماذا سأفعل الآن؟ أوه، وجدتها. المتجر مغلق، لكني بحاجة ماسة إلى بطيخة. سأجد واحدة بنفسي. لا يبدو هذا المكان جيدا. ربما سيكون حظي أفضل هنا. أعتقد أنها فكرة سيئة. وأخيرا وجدت البطيخ الشهي. ماذا حل ببلوزتي؟ لا يهم هذا الآن. أوه، مهلا، ليس لدي كيس لحملها. لكن ربما لست بحاجة إلى واحد. إن صنعت المزيد من الثقوب في البلوزة سأتمكن من استخدامها. أعني أنها تالفة في جميع الحالات. حسنا، سيفي هذا بالغرض. سأخلعها وأقلبها ثم أربطها بشكل عقدة. سيكون كيسا مثاليا ويناسب البطيخة تماما. سأحمل الكيس الآن وأعود إلى المنزل. هذا ما أحتاجه بالضبط. هيا بنا. لقد وصلنا إلى المنزل بأمان. سأضع البطيخة هنا. كان هذا الشيء مفيدا للغاية. هي، هل هذه بطيخة؟ أوه، أريد شريحة. إنها طرية. لذيذة. واو، إنها قادمة. انظروا إليها. شكرا شكرا. لا أصدق جمال صوتها. هل غمزت لي؟ ارفعوا أيديكم جميعا. هذا ممتع فعلا. سنتذكر هذا إلى الأبد. عذرا، هل يمكنني الدخول إلى الخلف من فضلك؟ هاي بنطالي، انظر ماذا فعلت. أوه يا إلهي، إنه بنطالي المفضل. إلا إذا استخدمت السلسلة. سأخذ هذا وأجعل الساقين متساويتين وأستخدم المقص لأقصه من هنا على طوال الدرزة. أوه، سأتوقف ثم أخذ هذا المشبك وأمرره من هنا، ثم أستخدم المطرقة لتثبيته. سأنزع الغطاء لأحصل على هذه الثقوب الرائعة، ثم أمرر السلسلة عبر هذه الثقوب. وجاهز، ترى. هل تحب الأزهار؟ شورت أنيق. أشعر بالروعة هذا اليوم. تفضلي. أوه يا إلهي، شكرا. واو، شورت جميل. إنه جذاب فعلا. ها، أحب الحوادث السعيدة. أوهو، مذهل. أحتاج إلى التركيز، فهذا صعب. هذه آخر خرزة. لقد صنعت عقدا. واو، أتوقف تجربته. مهلا. أتوه، أمدني هذا بشعور أفضل. مهلا، عقدي. أوه، بحقك، لقد استغرق هذا اليوم بأكمله. ما
أندي، ماذا حدث؟ لقد تفكك عقدي. هل هذا ما في الأمر فحسب؟ أوتش! أوه، احذري، يوجد خرز على الأرض. شكرا لك على تحذيري، سيؤلمني هذا غدا. آسفة يا أمي. هل يوجد خرز في شعري؟ ما الأمر؟ لدي فكرة، ابقي ثابتة، سأضفر شعرك سريعا. أحتاج إلى تشكيل ضفيرة رفيعة جدا وسأثبتها بهذا المشبك، ثم سأضع الخرزات على المشبك. أحتاج إلى تثبيت يدي لفعل هذا. حسنا، والآن سأدير المشبك وسأمرر الخرزات على شعرك. سأحركها للأعلى على الضفيرة، مما سيثبت الخرزات في مكانها. واو، يبدو شعري جميلا. شكرا يا أمي، يمكنك تصفيف شعري في أي وقت. أظن أن لدي ارتجاجا. متحمسة لتناول شطيرة النقانق مع الكاتشب، هذه الكمية تكفيني. سأخذ الكاتشب، شكرا. ها، سأضع الكثير منه. أوه، هذا مقزز. أين كنت؟ إنها جاهزة، تعالي إلى فمي. ما هذا؟ بلوزتي، لماذا فعلت هذا بي؟ كان مجرد حادث، سأحاول إصلاحها. كلا، لا تبكي. لا أعرف. أها، وجدتها. حسنا، لنحاول. أترين كيف يتسرب الحبر في الماء؟ سأضع غطاء البخاخ على العبوة، ستخضع هذه البلوزة إلى عملية تحويل شاملة. سألفها بشوكة بهذا الشكل، ثم سأكومها بيدي. سأربطها الآن بربطات مطاطية وأرشها بالماء الملون. سأستخدم عدة ألوان لأمنحها لمسة فريدة. سأرش كل جزء بلون مختلف. أوشكت على الانتهاء. تأملي تحفتك الفنية، إنها أفضل من السابق. واختفت بقعة الكاتشب. أنا أحبك يا صديقتي، أنا سعيدة بهذه النتيجة. ماذا علي أن أرسم؟ لنرى. أوه، باقي، ستكون عارضا رائعا. لا تتحرك. حسنا، أخبرني برأيك، إنها رسمة جيدة، أليس كذلك؟ لقد برعت في رسم عينيك. مرحبا يا عزيزتي. هل هذه لأجلي؟ أمل أن تعجبك. هذا مشوق جدا. مستحيل، لدي أذنا قطة. واو، مهلا اللحظة، إننا توأم يا باقي، نحن جميلان جدا، أحبك. سأعود فورا. لا مشكلة. أوه، لدي مكالمة. أوه، مرحبا. أها، يبدو ذلك جيدا. انظري يا أمي، أنا قطة. هذا لطيف جدا. كلا، أذنا القطة خاصتي، لقد انكسرتا. لا يمكنني ارتداؤهما، هذا محبط للغاية. ماذا سأفعل الآن؟ أوه، لا تقلقي يا أشلي، أظن أنني أعلم ما يمكنني فعله. علينا أن نكون مبتكرين في تصفيفة شعرك فحسب. سأبدأ بتطفير خصلة من الشعر، ثم سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. سأطويها قليلاً وسأثبتها في مكانها. لا يمكنني نسيان هذا الجانب. أوه، يا لك من قطة لطيفة. أريد رؤية نفسي. واو يا أمي، أنا قطة. نبدو متشابهين يا باقي، وسأحافظ على شعري هكذا. آه،
أنا بانتظار ماندي. أوه هيا، يجب أن أذهب. مرحبا، كيف حالك؟ هل نذهب؟ لا يمكنني النهوض. هذا غريب. في الواقع الأمر فظيع. إنه طلع رطب. لا، لم أرى الإشارة. لماذا يحدث هذا لي؟ لا يمكنني النهوض. أنا عالقة بالمقعد. مهلا، ماذا سأفعل الآن؟ مهلا، هل استخدمت الطلاء أم الغراء؟ أوبس، سأتصرف بشكل طبيعي. لا فائدة، سأبقى هنا. مهلا، ربما يمكنني المساعدة. ظننت أن هذا سينجح. اسحبي بقوة. هيا انهضي عن مقعدي. تمرين شاق. كان هذا مرهقاً. أعرف ذلك. كيف يبدو؟ أخبريني بالحقيقة. سيء جداً، أليس كذلك؟ فعلاً. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني حل هذه المشكلة. أنا بحاجة فقط إلى بعض المواد. سأخذ هذا الشيء. كنت أحب هذا الجينز. حسناً، لنبدأ العمل. ثقي بي. سأرش رداد الطلاء على الجينز واستخدم المرسام للحصول على عدة أشكال. سيبدو رائعاً. المزيد من الخطوط هنا. هذا ممتاز. يجب أن أكون مصممة أزياء. انتهيت من الجزء الخلفي. سأنتقل الآن إلى الجزء الأمامي. ستحمي قطعة الكرتون هذه جسدك من الطلاء. يجب أن أحصل على المال للقاء هذا التصميم. حسناً، سأضيف بضعة تفاصيل هنا. هكذا انتهيت. ما رأيك؟ واو، إنه مذهل. لا أصدق أنني حصلت على جينز مصمم لي خصيصاً. أنت عبقرية. هذه فائدة الأصدقاء. حسناً، هيا بنا. أين علبة الطلاء؟ لابد أنها في مكان ما هنا. يجب أن لا أضيعها. لقد ارتكبت خطأً فادحاً. واو، هذا الكتاب مفيد. مهلاً، كنت على وشك التحدث معه. يبدو أن بيلا بحاجة ماسة لبعض الكتب. أظن أن هذا كل ما أحتاجه. احترسي، هذه الكتب ثقيلة جداً. يجب أن تعيديها الأسبوع القادم. شكراً جزيلاً. حقاً؟ كنت أعلم أن قراءة الكتب لا تناسبني. هذه مكتبة، تذكري ذلك. أشعر بالحزن عليها. بيلا، لا بأس، دعيني في حالي. لا أحتاج للشفقة منك. لحظة، أعرف ما يجب فعله بالضبط. أولاً فكي هذه الأربطة ثم اخلعي البنطال. هل تمزحين معي؟ يا إلهي، ضعي طرفي الساقين فوق بعضهما ثم اربطيهما معا بأربطة الحذاء. اربطيهما بإحكام. بعد ذلك اثني ساق البنطال بهذا الشكل وضعي الأربطة الزائدة في حلقات الحزام. اسحبيها بالكامل ثم اقلبي البنطال ومرري الأربطة عبر الحلقات الأمامية. ضعي الكتب داخل البنطال ثم اربطي بإحكام. أترين؟ لديك الآن حقيبة ظهر للطوارئ ولها مقبضين للذراعين أيضاً. هذه الفكرة ناجحة بالفعل. هذا رائع جداً. شكراً أيتها الطالبة المتفوقة. وداعاً. هذه الأغنية رائعة. نعم، سأضيفها إلى قائمة أغاني المفضلة. واو، هذه الحفلة أفضل مما توقعت. واو، يبدو هذا ديكور رائعا. يا إلهي، جينيفر، لارتدي القميص نفسه.
يا للمصيبة، أنت محقة، نرتدي اللبس نفسه. لهذا السبب أردت أن أخطط معاً لما سنرتديه هذا اليوم. أوه لا، لم أقصد فعل ذلك، أنا آسفة. هل تمزحين معي؟ أنا مبللة تماماً، أنا آسفة. بالتأكيد لست آسفة. وداعاً يا مغفلة، لا أصدق أن هذا يحدث لي، لا أعرف حتى كيف أتصرف. لحظة، أظن أني توصلت لحل مناسب. أولاً، يجب أن أخلع قميصي وأضعه على سطح مستوٍ. حان الآن وقت الجزئية المخيفة، قص القميص بمقص. سأقص الياقة وكل الأكمام. في الواقع، لا أحتاج سوى للصورة على وجه القميص. سأضع كل شيء جانباً الآن. حان وقت المزيد من القص، القليل من السني والقص. سأفعل ذلك على كلا الجانبين من الأعلى للأسفل. والآن، سأفصل قطعتي القميص بهذا الشكل وأضعهما بجوار بعضهما البعض. يجب أن أثني هاتين الزاويتين العلويتين للأسفل. حان وقت استخدام الأشرطة التي قصصتها قبل قليل. سأمدها قليلاً، ثم سأضعها بين قطعتي القميص. حان الآن وقت الحياكة. أحيكها بهذا الشكل كما لو كنت أربط حذائي. أريدها أن تكون ضيقة لكن باعتدال. سأبدأ من الأعلى وأشق طريقي للأسفل. وعندما أصل للنهاية سأربط طرفي الشريط معا. سأقلبه الآن وأمدده. وبكل بساطة صنعت قميصا جديدا. يجب أن أضيق كلا الجانبين ليناسبني تماما. يا له من قميص رائع. أنا الآن جاهزة للحفلة. واو، انظر إلى جينيفر. هذا صحيح، لقد عدت. ابتعدي عن طريقنا يا أيفا. أهلا جينيفر، تبدين مذهلة. ماذا حدث للتو؟ أنا أقف هنا. هل صنعت هذا القميص بنفسك؟ مستحيل. أوه، جينيفر وقميصها الجميل الغبي. أوه، الجو بارد جدا وممطر في الخارج. أو كلا، يبدو شعري فوضويا، لكن يمكنني إصلاح هذا. تجفيف سريع لمجففي سيحل الأمر. يمنحني هذا شعورا أفضل بالفعل. ها أنا دا، يبدو شعري جيدا. ها، هذا ليس عاديا، ستبقى مسطحا. حسنا، هذا مزعج. ما الذي يمكنني فعله؟ أها، يمكنني استخدام لفائف الشعر هذا. واو، هذا صعب جدا. أظن أن هذا سيكون مظهري الجديد. إلا إذا، كلا، هذه فكرة سيئة. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. نبتة الصبار هذه قد تكون مفيدة، ستؤدي الغرض الذي أحتاجه بالتأكيد. سأعصر جل الصبار على فرشاة الماسكارا. لا أحتاج إلى كمية كبيرة، ينبغي أن يكفي هذا. ثم سأمرر الفرشاة على شعري. لا يعمل الصبار ككريم للشعر فحسب، بل سيثبت شعري في مكانه أيضاً. سأشكل شعري في نمط متموج، وسأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. واو، يبدو شعري مذهلاً، إنه أنيق جداً. أحتاج إلى تذكر هذا للمرة القادمة. ستلمع من النظافة، التنظيف مهمة لا تنتهي. كيف وصلت هذه العلكة إلى هنا؟ هذا غير مقبول. انتهت حياتك هنا. هذه العلكة كبيرة ولاصقة أيضا. من صاحبها يا ترى؟ شعر كيفن أشقر؟ لا أدري. ماذا عنها؟ كلا، شعرها غامق جدا، لا يمكن أن تكون صاحبتها. ماذا عن تلك الفتاة؟ قد تكون المذنبة. سألقي نظرة عن قرب. أظن أنها مطابقة لشعرها. ماذا سأفعل بهذه العلكة؟ سأحتاج إلى بعض المساعدة. أو تباً، هل ترون كرة الصلصال؟ تبدو مثل العلكة، صحيح؟ أضع بعض الصمغ عليها وألصق قطع مغناطيس صغيرة عليها. صنعت العديد من هذه الكرات. ها، سيلقنها هذا درساً. ها، لا أريد تفويت هذه اللحظة. أوف، هذا اليوم شاق. يا، هل هذه علكة مأكولة؟ من فعل هذا؟ إنه صلصال. إنها غابي. أوه، ما الذي يجري هنا؟
هل تعرفين أي شيء عن هذه العلكة؟ أردت أن تذوقي من نفس الكأس أو العلكة بالأحرى. هل هذه علكتي؟ أوه، أنا آسفة على ذلك. هدنة؟ حسناً، لقد سامحتك. لنبدأها بمشاركة العلكة. قلت مشاركة. واو، هذا المكان رائع فعلاً. مكان مثالي لبدء نهاية الأسبوع، أليس كذلك؟ هل تفكر بما أفكر به؟ أوه، فهم. حسناً. مرحباً يا صاح، أريد قطعتي كب كيك من فضلك. تفضل هذه البطاقة، نحن لا نقبلها هنا. وماذا عن هذا؟ أجل، شكراً. لقد أحضرت الحلوى وأحضرت لك النكهة المفضلة لديك جريس. ها؟ أوه، مرحباً. ماذا تفعل؟ أوه، عذراً. حسناً، بما أنني هنا. لا أصدق أن جاك قد تخلى عني. لن أسمح بهذا، هذا غير مقبول. سأجعل مظهري مميزاً. أجل، سأواصل القص هكذا. والآن سيحدث السحر الحقيقي. سأعقد البلوزة عقدتين لتكون ثابتة، ثم أثنيها بهذا الشكل وأخفض الكتفين، وأخيراً سأرفع الأكمام بنفسها إلى الأعلى. ما رأيكم الآن بهذه البلوزة القصيرة والجميلة؟ لقد منحتني مظهراً أنيقاً. جيك، ما زال مشغولاً. سأنتظر إلى أن يلاحظني. جريس، هل هذه؟ سيدخل الذباب في فمك. مهلاً، وماذا عني؟ أكره ملابسي. أراهن أنني قادرة على فعل شيء ذاته أيضاً. ها؟ واو. أجل، أحب هذا التأثير. ما رأيك بكوب لاتيه مجاني؟ سأتغلب على هذه الأشباح. ما المثير في ألعاب الفيديو السخيفة؟ يجب أن تنظف غرفتها بدل اللعب. أنا أحاول التركيز يا أمي. أوه، حسناً. هذا المكتب مغطى بالغبار. أوه، صوفيا، لماذا جوربك ممزق؟ كما لو أنها تعيش في حظيرة. جوربك هذا منظره فظيع. لإصلاح شق كهذا، اتبعي هذا النمط البسيط. وصل الخياطة حول الفتحة. استمري في فعل ذلك حتى تغلقي الفتحة بالكامل. أنهي الخياطة داخل الجورب. ها، جوربي أصبح شكله جميلاً. شكراً يا أمي. هل تقفين أي شقوق أخرى؟ جيد، تذكري يا صوفيا، أمك أدرى بمصلحتك. ستكون هذه الحفلة عجيبة. آه، أنيسابيلا، لماذا المكان فوضوي كحظيرة حيوانات؟ لا تقلقي بشأنه، أحاول التركيز على ما يجب علي ارتدائه الليلة. هل هذا اللون مناسب؟ أظن أن هذا اللون فاقع، لكن هذا البنطال جميل. لا يزال المكان غير مرتب. لديك ملابس كثيرة. سأعود بعد قليل. لا يهم. رأيت لباس أمي هذا الصباح؟ سأقوم أنا بتنظيف ما دامت لن تفعل. أهلا، توقفي يا أمي، هذا الوضع لا يطاق. هلا، سأعود الاتصال بك، تستحقين ذلك. يا إلهي، تفسد أمي كل شيء في حياتي. أهلا، يمكنني الإبداع مع هذا المبيض. إن كان لديك مبيض، اسكبيه على ساق واحدة من البنطال. ضعي الكثير منه ثم انتظري. ألا يبدو هذا البنطال مميزاً الآن؟ لقد عدت. أظن أن المبيض يبدو جيداً على بنطالك. ابنتي مبدعة.
آيس كريم وموسيقى جديدة؟ إنه ثنائي مثالي. شبه مثالي. لن أدعه يعكر مزاجي. طعمه حلو. ألو؟ مفاجأة، أنا عند الباب. هذا رائع. لا يمكن أن يحدث هذا. يجب أن أغير ملابسي بسرعة. أين ملابسي؟ تذكرت الغسالة. ماذا سأفعل الآن؟ أغراضي القديمة. هل يوجد شيء يمكنني لبسه؟ قطع قماش قديمة. يا للهول، آمل أنها بخير. هل تعرضت للخطف؟ أو سقطت أثناء الحمام؟ أو لديها عشيق جديد؟ بيتي، أنا قادم. خطرت لي فكرة. سألف القماش حول خصري وأربط عقدة جميلة، لكني لم أنتهي بعد. سأمسك طرفي الجوانب وأربطهما في عقدة، سأمررها تحت العقدة الأخرى، ثم سألف كل قطعة القماش. ها هي الأكمام. غطت البقعة تماما. هل تبدو جميلة؟ مرحى. هل هاتفي هنا؟ بيتي، أنت على قيد الحياة. كنت أحاول أن أبدو جميلة لك. ماذا؟ لنغادر المكان. المعذرة، هل هذه الزهور لي؟ آسفة لأني جعلتك تنتظر. أنت تستحقين كل العناء. مهلا. يا إلهي، إنه مضحك جدا. تلقيت رسالة رائعة. هل صدق؟ انظري، يطلب مني كراس الخروج معا. ماذا؟ تشعرين بالغيرة؟ أهلا، انظري إلى هذا. يريد مني كراس الخروج اليوم أيضا. كيف يفعل هذا بي؟ هكذا هم الرجال. لابد أن هناك خطأ ما. ما الذي يدفع إلى مقابلتك؟ يمكن لواحدة منا فقط الخروج مع كراس. حسنا حسنا، وسأكون أنا. حسنا، سنرى. سأثير إعجاب كراس. يمكنني فعل ذلك أيضا. كنت سأضع أحمر شفاي هذا. عار عليك. لا بأس، أحب هذه الأقراط. لم أكن أحبها. هذه أكثر أناقة. قولي ذلك لنفسك. سأخذ حقيبتي الآن. وأنا أيضا. هذا، لابد أنك تمزحين. إنها بمظهر رخيص. لطالما أحببت ارتداء هذا الجينز. إنه لي. كلا، إنه لي أنا. هيا بنا، أنا رأيته أولا. كفى، إنه لي. انظري ماذا فعلت. يمكنك الحصول علي. هذا طيبا، لكن ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني ارتداء هذا إلا إذا جعلت الثقب أكبر، ثم سأمرر يدي عبر الساقين وأدخل رأسي من الثقب. هكذا تماما. سأسحب الذراعين الآن. مذهل. سأذهب الآن. ليس بهذه السرعة. أبدو بمظهر جميل، أليس كذلك؟ أنا مندهشة حقا. وداعا، ابتعدي عن طريقي. كريس، من الذي برفقته؟ واو. أهلا يا فتيات. إنهما توأم. لننسى الأمر. تفضلي. هاي، واو، تبدو رائعة اليوم. وأنا أبدو حسنا أقل روعة تبا. تبدو غير راضية عن نفسها. هاي، أعرف ما علي فعله لإسعادها، والحل في هذا المقص بالطبع. ماذا تفعلين بهذا الشيء؟ أنت تخيفينني. لا، حسنا، قفي بثبات. سأصنع بعض الشقوق. سأتبع الخط هنا. أجل، أنا عبقرية. والآن سأزيل الأكمام. واو، هذا تحسن كبير، لكن لم ننتهي بعد. نظارة، سأنزعها وسأمدد هذه الشقوق قليلا بهذا الشكل.
حسناً، أحضرت العصير كما قلت، وأحضرت الأكواب، لكن هذا ليس كل شيء. أو لا، وأحضرت بعض الشوكولاتة أيضاً. أو يا إلهي، إنه المفضل لدي. وأنا أيضاً، لنفتح هذا الوعاء حالاً. أوه، انظري إلى هذه الشوكولاتة الشهية، سأضعها فوق قطعة الخبز هكذا. هذه لك. رائع، شكراً جزيلاً، سأحتاج منديلاً. لذيذة، شكراً. بالطبع، هكذا تكون الصداقة. والآن سأعد واحدة لي. أو لا، لقد سقطت على ملابسي. أو لا، مهلا، خذي هذا المنديل سيساعدك. رائع، شكرا لك، أمل أن يكون مفيدا. كلا، انتشرت الشوكولاتة أكثر. أو تبا، لابد أن هناك شيئا يمكنني فعله. مهلا، أربطة شعر هذه، قد تكون هي الحل. ماذا سأفعل بهذا؟ ثقي بي. حسنا، ثبتي بلوزتك واستديري. والآن سأستخدم الرباط، سأمرره عبر أشرطة البلوزة بهذا الشكل. حسناً، هل أنت مستعدة؟ سنمرره فوق رأسك. رائع، حسناً، لم ننتهي بعد، سأحتاج الشريط مرة أخرى. سأسحب الشريط الآن وسط البلوزة، سأفعل هذا على الجانب الآخر أيضاً. أوه، فهمت، يمكنني سحبه من هنا ثم أربطه من الخلف. مرحباً يا فتيات، أتينا للتنزه معاً. أنقذت بلوزتك في اللحظة المناسبة. يا فتاة، ملابسك رائعة هذا اليوم. شكراً، حسناً، لنتناول الطعام، لدينا الكثير من المسليات. سعيدة لأننا نفعل هذا. لنلتقط صورة ذاتية، ابتسمي، سيبدو هذا لطيفا. واو، انظري إلى الأعلى، توجد مروحية. هاشلي، تفقدي هذا. واو، هذا رائع جدا ومثير للرياح. الرياح تتوجه إلى طريقنا. شعرك فوضوي. حقا، حسنا، هذا سيء. إنني أحب مظهرة. لا تقلقي، لدي فرشاة. شكرا. قد يستغرق هذا وقتا. أشعر بملل شديد. أخيرا، عاد شعري إلى مظهري الطبيعي. استيقظي يا ماندي، يمكنك استعادة هذا، تبدين رائعة. لنحتسي بعض الصودا. كلا، لقد عادت. أحتاج إلى حماية شعري. استرخي، لدي فكرة، سأقسم شعرك وأمسكه بينما تستديرين. استمري، كدنا ننتهي. والآن سألفه في شكل كعكة، وسأستخدم ربطة الشعر هذه لتثبيتها في مكانها. واو، كنت أبحث عن مظهر جديد لي. والآن يمكننا الاسترخاء. إنها تعود مجددا. إنهم يفعلون ذلك بشكل متعمد. وقد ثبت شعري في مكانه. أنت عبقرية يا ماندي. أعرف ذلك. لنلتقط صورة ذاتية أخرى، نبدو رائعتين. هذه المدرسة الجديدة رائعة. هل هذه سدادات قطنية؟ ما المضحك هنا؟ يا إلهي، يا لها من بداية مزعجة. إلا إذا سيطرت على الموقف. هل تعلمون أن السدادات القطنية يمكن أن تكون مفيدة للحصول على شعر مموج؟ إنها بحجم مثالي، ثم أربطها وأنتظر. أترون؟ شعر جميل. واو، هذا مذهل. لحسن الحظ لدي الكثير منها، لنجربها. خذ هذه لأنفك الذي يسيل. أغمضي عينيك ولا تختلسي النظر. حسنا. وهذا، لا لا أصدق. لن تصدقي هذا. وداعا، لن تقبليني ولن تشكريني حتى. واو، هذه السيارة رائعة، أليس كذلك؟ فلنجرب قيادتها. أجل، أسرعي، سألتقط الصور لنشرها على إنستغرام. انظري إلى الطريق، جميل. هاي، انظري. أعتقد أن كل شيء على ما يرام. رائع، مذهل. لا، الرياح قوية هنا. مهلا، طارت بلوزتي. لا، لقد ضاعت. لا شيء لأرتديه.
مهلا، عليك التوقف حالا. سأخذ نفسا عميقا وأفكر في حل. وجدتها، استخدمي ربطة رأسي. حسنا، ربما تنجح. يعتمد الأمر على الطي بطريقة ذكية. سأربط المثلث حول خصري وأعقده بقوة، ثم أقلب المثلث بهذا الشكل وأدسه في القلادة. جميل جدا، أليس كذلك؟ رائع. لنواصل رحلتنا الآن، لكن أولا حسنا، يمكنك القيادة، يمكننا الانطلاق الآن. يبدو هذا أفضل بالفعل. لا شيء أجمل من الشعر الذي يطير مع الرياح. لا، الشجرة. لم يكن علي إعطاؤك المفاتيح، كان مجرد حادث. عذرا. يا إلهي، مرحبا، نحن بحاجة إلى المساعدة، لقد تعرضنا لحادث. ماذا؟ هل أنتم بخير؟ على الأقل مكياجي بخير. أنا أتضور جوعا. أحاول التركيز. ها؟ يبدو هذا لذيذا. أو ماندي، هل أنت بخير؟ لابد أنك تحبين هذه الساعة كثيرا. ماندي، يوهو، ماذا تفعلين؟ أو لا شيء، لا تهتمي. حسنا أيها الطلاب، هذا مهم. أعرف ما سأفعل، سأتناول وجبة خفيفة بسيطة، إنني أتطلع لهذا. انظروا إلى هذه الدونات فحسب. ماذا؟ عليها كريمة التزيين الوردية المفضلة لي. هذا لا يصدق، تفح الكيل. أهم، ماندي، الطعام ممنوع في الصف. كنت أعمل أنك لن تلاحظي. كان ذلك واضحا نوعا ما. لا مزيد من هذا. حسنا، أريد تناول قطعة دونتس فحسب. تمنحني ربطة شعر صاني فكرة. سينجح هذا، يبدو جيدا ورائحته جميلة. هل أشم رائحة دونتس؟ حسنا، هذا غريب. لقد خدعت تماما، أظن أنني أستحق مكافأة. واو، هذا ذكي جدا، هل يمكنني تناول واحدة؟ تفضلي. واو، شكرا. كريمة تزيين وردية. ما هذه الضوضاء؟ درس رائع يا آنسة. شكرا لك، على ما أظن. أحمر الشفاهي، هذا رائع. ماذا؟ التخفيضات اليوم؟ أنا قادمة. نعم، إنه أفضل مما تخيلت، الخصومات تشمل كل السلع. كان ذلك سريعاً، حصلت عليها. هذا ظلم كبير. بقيت سلعة واحدة يا آنسة، أظن أنها جميلة. حسناً، سأجربها. هل سيكون مقاسها مناسباً يا ترى؟ تصميمها جميل ومميز. ماذا؟ مقاسها أكبر من مقاسي مرتين، أنا أسبح فيها حرفياً. أحتاج بعض الدعم. هل يوجد أي حزام حولي؟ ذلك المشبك، سأستعيره لثوان. هذا ما أحتاجه بالضبط. باعدي بين طرفيه بهذا الشكل، اطوي القماش واستخدمي مشبك الشعر لإبقائه في مكانه. مقاس التنورة مناسب الآن، أظن أني لن أخلعها. أحتاج إلى زوج حذاء مناسب. ألست خبيرة أزياء عبقرية؟ شكرا على الخصومات الرهيبة. احتفظي بالفكة. لحظة، ألم أكن أرتدي مشبكا في شعري؟ هذا في غاية الغرابة. يمكنني رؤيته بوضوح من هنا. كيفن، فارس أحلامي.
حسناً، سأستغل الفرصة. مرحباً كيفن، ما الذي تقرأه؟ كيفن، انتظرني. هذا الكتاب شيق، صحيح؟ معي نفس الكتاب. يا لها من مصادفة حلوة. أجل، سأبتعد قليلاً. هل يكرهني؟ أعمل أن شعري لا يزال مرتباً. وما أحتاج للتشبه به؟ حان الوقت لتغيير مظهري. سأحضر قلماً خطاطاً وأستخدم حبره لتلوين قناع الشعر. سأخلطهما جيداً. الصبغة جاهزة. سأصنع عدة ألوان. سأرتدي قفازاً وأضع الصبغة على الخصلة، ثم سألفها بالقصدير. سأوزع الألوان على عدة خصل. فالآن سأنتظر فحسب. هل أنت مستعدة لرؤية النتيجة؟ ما أروع هذه الصبغة المنزلية! إنها مميزة! أجل! مهلاً، لقد صبغت شعرك! يبدو أن بيننا الكثير من القواسم المشتركة. إنه وقت إخراج القمامة. أنا متعبة، أحتاج إلى الاسترخاء. أوه، رائحة ناتنة. لا، إنه كريس. لا يمكن أن أدعه يراني بهذا الشكل. أبدو كسلتي نفايات. يجب أن أفكر بحل وبسرعة. لماذا جلس هناك؟ سأختبئ هنا حتى يغادر. هيا يا كريس، اذهب. لا، إنه قادم. ماذا سأفعل؟ هناك حل واحد. ماذا؟ لا أصدق، أنا قادم. أبدو فعلا كالقمامة، لكني لم أحرج نفسي على الأقل. لا، هذه فكرة سيئة. هيا فكري، لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. ربما يمكنني استخدام بعض القمامة. تتطلب الأوقات الصعبة قرارات صعبة. يعني هذا ليس الحل الأسوأ. ماذا؟ لا أصدق. هل أنت بخير يا صاح؟ هو أجل، اذهب من هنا. مهلاً، هل أعرفك؟ لونا. أهلاً كريس. ماذا تفعلين هنا؟ تبدين كالمتشردين. لا تكن وضيعاً. يا لك من فاشلة. إنه وضيع. لا، لن أفعل هذا. الأمر مزعج للغاية. هو مرحباً. ماذا؟ أريد هذا الفستان، سنتبادل. مجنونة. ظننتها صبغة جيدة. مهلاً، أعتقد أنني وجدت الحل. سأخرج يدي من الأكمام وأخرجهما من عنق البلوزة، ثم أشد الأكمام من الأمام وأربطهما حول عنقي. النتيجة رائعة. هو شعري. هذا أفضل بكثير. ماذا؟ لا أصدق، أنا قادم. هو كريس، هاي، عد إلى هنا. هو مرحبا، كيف الحال؟ أهلا لونا، تبدين رائعة. جيدا أنك لاحظت. أحيانا لا تحتاج سوى إلى القليل من الألوان لتحويل الأشياء رتيبة المظهر إلى أخرى جميلة، ويمكن لهذا أن يجعلها ثمينة أكثر أيضا. وهل تعلمون ما يعنيه هذا؟ المزيد من النقود بالطبع. أنا مستعدة. سيجعلني هذا الحذاء ثريا. هاي، انظري إلى هذا المنتج الجديد. يا له من حذاء مميز، يجب أن أشتريه. سيغار مني كل أصدقائي. مقاسه مناسب تماما. إنه مذهل، شكرا لك. يجب أن أذهب بسرعة. حسناً، لنرى ما لدينا هنا. سأتمكن من دفع الإيجار هذا الشهر. صباح الخير أيها العالم، سيكون يوماً رائعاً. أمل أن يكون ممتعاً مثل ما أرتديه.
بسهولة بسهولة. مهلا هولا، أنا أسقط أرضا. هولا أنا آسفة جدا، هل أنت بخير؟ لم أرك وأنت قادمة. عادة ما أتزلج على هذا الحذاء بمهارة. انظري إلى أحذيتنا، إنها متناسقة، لا يمكن أن أغضب من أحد يحب اللون الوردي. شكرا على تفهمك. هاي انظري، لوح تزلج وردي. حسنا يجب أن أحصل عليه حالا، سأذهب. هل يمكن أن نتبادل؟ هذا رائع، شكرا. أصبح لي الآن، لكن سأجري بعض التعديلات. هل فهمت ما أريده؟ سأضع العجلات على الجزء السفلي من الحذاء لتحصلي على حذاء تزلج جديد، لكني نجعله مريحاً أكثر. من منا لا يحب القليل من الفراء الوردي والقليل من البريق؟ لم لا؟ أليس هذا جميلاً؟ لكن تصميمه يستغرق بعض الوقت، من الأفضل أن أفعل ذلك بسرعة. وهكذا سيكون الحذاء جاهزاً، إنه جميل جداً، أليس كذلك؟ ليس علي الآن سوى التزلج دون أن أسقط. أعتقد أنني قادرة على فعل ذلك. مستعدة؟ لننطلق. هيا بنا. هترين؟ أليس هذا ممتعاً؟ الأصدقاء الذين يتزلجون معاً يبقون معاً. واو، يعجبني كثيراً هذا الجينز الجديد. أوه، إنه كيفن. يريد مني الذهاب معه إلى المنتزه، وهذه الملابس مناسبة تماماً لهذه النزهة. أمل أن تنال إعجابه أيضاً. سأذهب حالاً. أنا متحمسة جداً، سيكون أفضل يوم في حياتي. هو البداية لأيام رائعة. أوه، مرحباً أيها الطائر الصغير، أتمنى لك يوماً جميلاً. أوه أوبسي. أو لا، ماذا فعلت؟ وداعاً. أوه، لا أصدق هذا، إنه كيفن. يجب أن لا يراني بهذا الشكل. أوه، توقفي. ما هذا؟ لطخ أحد الأطفال قميصي بالشوكولاتة. هذا سيء، لكن أشعر أنني قادرة على حل هذه المشكلة. ها؟ كيف؟ دعيني فقط أمارس سحري. أنا بحاجة أولاً إلى القليل من الطلاء البني. سأربط عليه بهذه الإسفنجة. أترين كيف حصلت على شكل دائري؟ سأضع المزيد من الطلاء على فرشاة الأسنان. سأستخدمه لفرد الحواف. سيجعل هذا مظهر الدائرة أقل حدة. سأتجه إلى الداخل والخارج باستخدام الحركات القصيرة. وعند الانتهاء سأضع في وسط الدائرة بقعة بلون بني أفتح. وهكذا سنتمكن من رؤية التباين. والآن سأستخدم عود تنظيف الأذنين وأغمسه بطلاء أسود وأضعه هنا. هل بدأتم بملاحظة ما رسمته؟ لا تنسوا رسم هذا الفم الصغير، وسيكون أكثر جمالاً عند ارتداء هذه النظارة الكبيرة. هاو، هذا أفضل من تلك البقعة بكثير. بالمناسبة لنمنحه أيضاً قبعة حمراء جميلة، سيحتاج تلوينها إلى بعض الوقت. حسناً، نكاد ننتهي من ذلك. لا تنسوا هذه الزوايا، ويمكنكم استخدام اللون الأحمر الداكن لتحديد الحافة. ويمكنكم أيضاً تصميم خطوط رفيعة، واكتبوا رسالة جميلة في الأعلى لتكون التيشيرت جاهزة. تدا! واو، هذا مذهل، وأعتقد أنها ظاهرة مثل البقعة تماماً. حسناً، يجب أن أذهب. وداعاً أيها الدب. هي، أتريد واحدة أخرى؟ تفضل، أحسن تصنعان. شكرا، كفوك. هل يناسبني اللون الأصفر أكثر أم الوردي؟ الأصفر بالطبع. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ هولا، لقد عادت أمي إلى المنزل، يجب أن أخفي حضوري للحفلة. لن تعرف أبداً أنني غادرت. كل شيء هنا على ما يرام. هل ماكي نائمة بالفعل؟ هو إنها نائمة حقاً. أحلاماً سعيدة يا عزيزتي. من الأفضل أن أخرج للنوم أيضاً. لا أصدق أن حيلتي قد نجحت، والآن سأخرج من هنا. أرجوكي لا تسقطي. لن يضرني القليل من الغبار.
أوه، يا له من مكان رائع. لكن ملابس النوم هذه ليست رائعة. لحسن الحظ يمكنني إجراء بعض التعديلات. لم تصدق أنني سأرتدي ملابس النوم لحضور الحفل، صحيح؟ سأخرج ذراعي من هنا وألف هذا الكم هنا. انظروا كم هذا أنيق. لن يعرف أحد أنني أرتدي ملابس النوم. حسناً، بقي شيء واحد علي فعله. هاجل، سأرقص طوال الليل. أفسحنا المجال لي يا فتيات. منسق الأغاني هذا بارع حقاً. هايس، أرقص أكثر وأكثر. هو عذران؟ ماكي، هل هذه أنت؟ أعتقد أنني لن أنجو. فعلاً، أنا بارعة في الرقص أيضاً. يا هذا صحيح، حتماً ستكون ليلة لا تنسى. حتماً ستكون الدروس صعبة هذا اليوم. لقد وجدتها. حان وقت تغيير الملابس. لنرى ما لدينا هنا. هل سأرتدي شيئاً أخضر أم أحمر؟ لا بأس. لما كل ملابسي ممزقة وكأن فأراً قد قضمها كلها؟ هل يوجد هنا شيء جيد؟ ماذا سأرى من هنا يا ترى؟ هذا مضحك، لكن لا. هل هذا كل ما بقي لدي؟ واو، إنه لون جميل. سأخذها، تبدو أنيقة، أليس كذلك؟ أجل، كيف أبدو وأنا أرتدي هذا اللون؟ إنه يعجبني. هاي، هكذا. واو، هذا جميل بالفعل. هيا بنا. هيا يا ماندي، لنذهب. ما كل هذه الفوضى؟ ها؟ إنها حالة طارئة. هل حدث إعصار ما؟ ما مشكلة ملابسي؟ مهلاً، لم ترتدين هذا؟ مهلاً، ارتدي ملابسك؟ خذيها، لن تكون جميلة المظهر. جربيها فقط. حسناً، حسناً، إنها مناسبة. أو عذراً. شكراً على المساعدة. هذا فظيع. لقد غيرت رأيي، لنحول هذا إلى شيء لطيف. هذا الكم بحاجة إلى القليل من التحسين. أعتقد أنها أصبحت الآن وكأنها بلوزة جديدة. حان الآن وقت اختبار المظهر كله. واو، هذه البلوزة رائعة. يجب أن تخبرينا من أين حصلتي عليها. واو، حسناً، في الواقع إنها قطعة فريدة، أليس كذلك يا رفاق؟ مهلاً، أعتقد أننا وصلنا. تفضل، وقتاً ممتعاً يا فتيات. هل كتب هنا يسمح بارتداء الفساتين فقط؟ أعتقد أنني سأدخل إذن. هل ستتخلين عني؟ أنا ذاهبة. مرحباً، سأدخل هذه المرة فقط. أنا مستعدة للحفل، دعني أدخل. لا فستان، لا حفلة. ماذا الآن؟ لا فائدة من نقودك هنا. ماذا؟ حسناً، حسناً، لقد فهمت. تفضل. قلت لك لا فائدة من نقودك هنا. لقد وجدتها. ربما يمكننا إجراء مقايضة. حسناً، أعتقد أن هذا قد ينجح. هات الكثير من الذهب. يبدو أننا اتفقنا إذن. هات هذا الشاي، سأعدله قليلاً. ما رأيكم؟ سأغلق هذا الزر حول خصري وأواصل فعل ذلك نحو الأسفل، وعندما أنتهي من ذلك سأمسك بالكمين وأربطهما من الخلف بعقدة بسيطة. أترون؟ أليس هذا جميلاً؟ يبدو أنيقاً جداً. بقي علي فعل شيء واحد. حسناً، لنتخلص من هذا. إنه غير مناسب لهذا الزي. لكن سأرتدي هذه الجوارب وأرتدي هذا الكعب الجميل. وها قد حصلت على مظهر رائع. حان وقت الرقص. حسناً، ما رأيك؟ حولت القميص القديم إلى شيء جميل. هذا مذهل، وأنا الفائز بلا شك. واو، يا له من مكان رائع. كان من الممكن ألا أدخل. هذا القميص مذهل، أنت رائعة.
لم أرى من قبل شيئاً أنيقاً هكذا. ها، شكراً لك، لنحتفل الآن. استمتعنا يا فتيات. أوهو. ما هي أفضل نصيحة أزياء لديك؟ أخبرنا في التعليقات. تذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المفيدة كهذا الفيديو.